أعزائي المشاهدين، نتحدث إليكم اليوم عن شخصية مهمة من أعلام العراق في القرن 19، تكتسب أهميتها من الدور الأدبي والثقافي والعسكري والسياسي التي اجتمعت هذه الأدوار في شخصه. يعني كان هذا الشخص حقيقة جامعاً لمواهب ومزايا مختلفة، ومع ذلك ومع كل هذا الدور لقي حتفه اغتيالاً كان جزاؤه من قبل السلطة القائمة في زمانه أنه قتل ظلماً بعد أن أدى تلك الأيادي البيض لأبناء شعبه ولوطنه. إذن هي شخصية فعلاً تستحق وقفة في التعريف بها. ذلك هو الأمير سليمان بن عبد الله بن شاوي، زعيم قبيلة العبيد التي كانت مهمة في شؤون السلطة، قريبة من شؤون السلطة في بغداد وفي أنحاء توابع بغداد في أواخر القرن 18 وبدايات القرن 19. سليمان الشاوي كان ابن عبد الله الشاوي اللي هو أيضا كان زعيما لقبيلته، وهو تولى الزعامة من بعده. كان يمكن أن تمضي حياة سليمان الشاوي في مضارب قبيلته أو في دورها، كان لهم دور في منطقة الكرخ في محلات الكرخ، ولكنه فضل أن يعزز ثقافته بالتردد إلى مجالس الأدباء والعلماء التي كانت تحفل بهم مدينة بغداد والكرخ على وجه خاص في ذلك الزمن. بل كانت دور أسرته مقصدا لكثير من الشعراء الذين كانوا يقصدونها، ينشدون فيها شعرهم ويتحاورون مع مثقفي عصرهم، منهم على سبيل المثال الشاعر حسين العشاري وغيرهم ممن لا نود أن نذكر أسماءهم، ولكنهم كانوا شعراء كبار. وكان الشاوي ينصت إلى ما ينشد في هذه المجالس من شعر هؤلاء ويتأثر بهم، وأخذ يمضي مع الوقت إلى العلماء يتدرب أو يتعلم على أيديهم ويقرأ ما هو محفوظ في مكتبات مدينة بغداد من دواوين ومن كتب أدبية وكتب متنوعة في العلوم اللغوية. فجمع هذا منذ صباه ومنذ شبابه بين الأدب والعلم والزعامة القبلية، وبعد وفاة أبيه أصبح هو الزعيم المطلق في قبيلته. وكانت هذه القبيلة حقيقة تتزعم مجموعة من القبائل التي يعني لها دور في سياسة العراق في ذلك الوقت. وكان العثمانيون قد نصبوا أباه، وهو أيضا طبعا ورث هذا منصبا مهما سمي باب العرب، وباب العرب هو المسؤول عن تنظيم علاقة القبائل بالسلطة في بغداد. ومن خلال هذا المنصب أصبحت لقبيلته أهمية يعني مضاعفة في إدارة شؤون الحالة القبلية أو تلك القبائل والعشائر الكثيرة التي كانت خاصة المجاورة لمدينة بغداد في وسط العراق وحتى في جنوبه. ونال الشاوي إذن يعني موقعا متميزا في هذه الحياة. ولكن أول حادث مهم امتحن قدراته حينما استنجد به أستاذه الشيخ عبد الله بن حمد البيتوشي، وذلك الاستنجاد له حديث يمكن أن نفصله بكلمات موجزة. في تلك الفترة قام الحاكم
كريم خان الزند بمحاصرة البصرة نحو سنة كاملة، عانى فيها البصريون من ويلات الحصار ما عانوا، ثم اقتحم المدينة بعد أن نكث العهد الذي قطعه لأهلها، وفعل بأهلها الأفاعيل كما قال المؤرخون المعاصرون. وصادف أنه كان يعيش في المدينة عبد الله بن حمد البيتوشي، ذلك الأديب الكبير والعالم الجليل، أستاذ سليمان الشاوي، فلم يجد إلا أن يكتب إلى سليمان الشاوي إلى تلميذه يستنجد به باسم أهل البصرة جميعا، يستنجد به ليفعل شيئا. والبيتوشي هذا كان عالما كرديا، هو من قرية بيتوش، قصد وعاش معظم حياته في الأحساء وفي بعض إمارات الخليج العربي وفي البصرة. والعجيب أنه كان بليغا باللغة العربية وبالأدب العربي، وشعره العربي حقيقة يعني مبهر في جزالته وفي روعته، حتى تتلبذ عليه الأدباء العرب في تلك المناطق. على أي حال، كتب البيتوشي رسالة بليغة يستنجد بتلميذه سليمان الشاوي. وماذا يفعل سليمان يعني أمام غزو أجنبي يحتل مدينة مهمة من مدن العراق وهي البصرة؟ كانت حكومة بغداد لا هي في هذه الفترة تماما عن الحدث، كأنها ليست في العراق. والي بغداد كان عبد الله باشا، واليا حقيقة إذا جاز التعبير نقول كان لاهيا وكان سفيها، يعني البصرة محاصرة وهو لاه بين المغاني وبين الطرب وبين مجالس الأنس وغير ذلك. واستغل أحد الأفاقين، يعني أحد شذاذ الآفاق، ضعفه، وتوصل إلى أن يحتل موقعا مهما قريبا من الحكم، وهو عجم محمد، شخص لا نعرف أصله، جاء إلى بغداد ومعه أمه التي كانت تعزف وتغني، ومعه أختاه اللواتي كنا يعني يرقصن في مجالس الطرب والأنس إلى غير ذلك. فتمكن من عن هذا الطريق إلى التوصل إلى عبد الله باشا والي بغداد. الرجل كان يحب الملاهي، وهذا الرجل كان مختصا في مثل هذه الشؤون، ومن هذا بهذه الوسيلة تمكن من أن يرتقي في المناصب حتى وصل منصب نائب الوالي كالخدا، يعني نائب الوالي، وصار مرشحا ليكون واليا إذا ما عزل عبد الله باشا أو أصابه أي يعني أن يقتل أو غير ذلك أو يعدم، يعني أصبح قاب قوسين من تولي السلطة. فأثار هذا حفيظة البغداديين إلى حد كبير، ورأوا أن الحكم سينتقل في أي لحظة، ممكن ينتقل إلى هذا الأفاق الذي وجدنا في لم نجد في سيرته شيئا يحمد، وإنما كان مشهورا بمباذله وبالسبل التي اتبعها في الوصول إلى السلطة. انقسمت بغداد نتيجة هذه الأزمة إلى فريقين، فريق كان مواليا للوالي، وهم يعني مثل الموظفين والإداريين الذين يرتبطون بالسراي، وأما الباقون فهم أهل بغداد في جانبها الشرقي وفي جانبها الغربي. هؤلاء نهضوا لمقاومة مشروع هذا الأفاق وللثورة على الوالي الضعيف عبد الله باشا. كانوا يحتاجون إلى زعامة قوية، فلم يجدوا زعيما إلا سليمان الشاوي، كاتبوه وأرسلوا إليه يعني يستنجدون به. فجاء سليمان الشاوي وتزعم البغداديين، وحقيقة أثبت في زعامته لهم عن قدرة وحكمة في قيادة هذه الثورة. البغداديون لم يكونوا يملكون السلاح الذي يملكه خصومهم من الذين كانوا يعني يتحصنون في السراي والقلعة، السلاح بيد الحكومة بيد السلطة،
فقاموا بجمع البارود وبتصنيع السلاح في تلك الظروف الصعبة، بل أنهم صنعوا المدافع الثقيلة، وهذا أمر حقيقي يدل على قدرة الشعب في أن يعني أن يبتكر وأن أن يتغلب على الظروف الصعبة إذا ما اضطر إلى ذلك. وفعلا حينما اضطروا إلى مقاومة تلك السلطة صنعوا السلاح، وحقيقة دور الشاوي كان دورا مهما في قيادة هذه الثورة. وبعد ذلك استطاع أن يقنع السلطة العثمانية بوجوب عزل عبد الله باشا هذا، حتى نجح في مهمته السياسية والدبلوماسية هذه، فأثبت أنه كان كفوءا في الجانبين العسكري والدبلوماسي. وحينما تولى سليمان باشا الكبير والي بغداد السلطة، وبدأ أن عهده كان عهدا جديدا يعني، وكان هذا الوالي فعلا يعني قويا ويعني يستحق لقبه الكبير سليمان باشا الكبير، فوجئ بأولئك المشاة والحاسدين الذين كانوا يلتفون حول الوالي الجديد، والذين أخذوا يحرضونه للقضاء على سليمان الشاوي ويصورون له سيرته على أنه كان متمردا. وحينما أدرك سليمان باشا الكبير تلك المشايات أنها مجرد مشايات، وأعاد للشاوي يعني رد اعتباره وإلى غير ذلك، اضطر مرة أخرى الشاوي إلى مغادرة بغداد بعد أن اضطر إلى قبول لجوء أحد خصومه، بل أشد خصومه عداوة له، قبله لأن من تقاليد العرب ومن خصالهم قبول الدخالة، والدخالة هو أن يعني يقبل لجوء من يريد أن يلجأ إليه. واضطر نتيجة وفائه لهذه الخصلة وهذا التقليد أن يفر بنفسه ومعه هذا اللاجئ الدخيل من مكان إلى آخر. وقام سليمان الكبير بكل ما يمكن أن يقوم به من أجل القضاء على هذا الأمير سليمان الشاوي الذي مثل زعامة عربية قوية ممكن أن تهدد يعني نظام حكمه. وأخيرا نجح في تحريض بعض الأفراد عشيرته أو العشائر المتحالفة معها على اغتياله فاغتيل، فكان جزاؤه لقاء ما قام به من أدوار مهمة في تزعم البلد في أثناء الظروف الصعبة والظروف السوداء الأيام السوداء، أنه لقي حتفه اغتيالا بتحريض من والي بغداد. سليمان الشاوي هذا كان زعيما يعني جمع في شخصه مواهب كثيرة، ربما كان أبرزها أنه كان محبوبا من قبل البغداديين، كان يعني يتمتع بشعبية كبيرة، وربما هذه الشعبية هي التي أقلقت الولاة وأقلقت سليمان باشا حتى أنه قضى عليه، وإلا لم يكن ثمة سبب يبرر قتله بهذه الطريقة. نجح في إقامة حلف جمع بين القبائل العربية الخزاعل والمنتفق لتكوين حلف يعني لإنقاذ البصرة في أيام حصار كريم خان الزند، ولكن الوالي كانت همته دون أن حتى أن يوافق على هذا الحلف الذي شكلته القبائل العربية في تلك المرحلة، واكتفى بإرسال سليمان الشاوي إلى كريم خان ليفاوضه في فك الحصار عن البصرة، وكان هذا أمرا مستحيلا. الرجل سليمان الكريم خان الزند كان قد أرسل جيشه يحاصر المدينة يعني، وقد احتلها فعلا، ولم يكن متوقعا أن يفك الحصار، لكن الشاوي تمكن بدبلوماسيته أن يفك أسر عدد من الذين كانوا في أسر كريم خان. إذن المتتبع لسيرة هذا الأمير حقيقة يعجب كثيرا
تلك القابليات المتنوعة. هو سياسي بارع ودبلوماسي ناجح وعسكري شجاع وثائر حقيقي، تمكن من أن يقود ثورة شعبه ضد السلطة الغاشمة والضعيفة تجاه الأعداء والغاشمة تجاه شعبها. وكان لكن كان يعني مكافأته على كل هذه الأدوار أنه اغتيل ظلما رحمه الله. فضلا عن هذا كان أديبا وشاعرا ولغويا، وقد ذكرنا أنه تأثر بأهل الأدب والعلم وكون له ثقافته، وألف كتابين مهمين في الدراسات الأدبية واللغوية، أبرزها كتابه سكب الأدب على لامية العرب، وكتاب آخر له في شرح بعض المنظومات النحوية. رغم يعني غيابه عن الساحة باغتياله، لكن ذكراه ظلت ماثلة في أذهان البغداديين خاصة وأذهان العراقيين بشكل عام، ولبثت يعني ذكريات كفاحه وبطولاته تذكر في مجالس البغداديين جيلا بعد جيل، ولبثت كتبه التي ألفها مرجعا ويعني تحظى بإعجاب الأدباء والشعراء، حتى قام بعض النابهين من الباحثين في السنوات الأخيرة بنشر كتابه سكب الأدب على لامية العرب، واتخذه رسالة جامعية قبل سنوات. سليمان الشاوي إذن شخصية يعني لافتة للنظر حقيقة، وما أكثر الشخصيات من أمثالها ممن برز من العراقيين في هذه الظروف المدهمة الصعبة، ولكن التاريخ ربما أغفل أدوارهم أو لم يمنحهم ما يستحقونه من مكانه. نعم، الشاوي كان شاعرا، ولكن شعره لم يجمع في ديوان، وإنما تناثرت قصائده في دواوين غيره وفي مجاميع شعرية مختلفة، وامتدحه البغداديون وشعراء عصره في قصائد كثيرة، بل في دواوين قائمة بذاتها. يعني كتب أحد الأدباء كتابا كاملا سماه إفحام المناوي في سيرة في مدائح الشاوي. يعني البغداديون أعجبوا بهذا، ليس بصفته شاعرا فحسب، وإنما بصفته ثائرا بين الشعراء وشاعرا بين الثوار، جمع بين القلم وبين السيف تماما، فحظي بتقدير شعبه ونال تلك المكانة المتميزة بين أعلام العراق في عصره وفي العصور التالية أيضا. سليمان الشاوي إذن كان أنموذجا لزعماء آخرين أدوا أدوارا مهمة في تاريخ بلدهم، وهو جدير بأن يتخذ موضوعا لدراسات، وقد فعلت إحدى الباحثات فاتخذته موضوعا لرسالة ماجستير، ونعتقد أن سيرته ما زالت في حاجة إلى إضاءات كثيرة. وقد يعني عثرنا قبل فترة وحققنا كتابا مهما لأحد المؤرخين البغداديين، فإذا به يضم معلومات لم تنشر ولم تعرف عن سيرة هذا القائد العراقي الثائر الأديب الذي عرفنا به في هذه الدقائق. أعزائي المشاهدين، ربما سنلتقي مع أعلام عراقيين آخرين في حلقات مقبلة، وإلى حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.